كان نفسي اسيبكم تفكروا فيها اكتر من كده. حاجه كده هي بتبقى ايه، مدوره بقى احجام براحتنا، فيها اشكال كده رايحه جايه، وبعدين نروح قطمينها كده واخذين واحده من عمود منها ومغمسينه كده في حاجه. ها انا عايزه يعني، كان نفسي اسيبكم تفكروا فيها اكتر من كده وتحذروا وتفزروا. تفتكروا ايه النهارده؟ فكروا، انا هسمعكم بقلبي لحد ما ناخد المكالمات. طب يا جماعه، انا هعمل النهارده السميد. السميد بالدقه، سميط سميط، هي كده يعني، عارفه اللي هو اديها الطه. دوسي على الطه بعزم السميط. السميط والدقه، هنعمل النهارده سميط كمان خطير، طريقه لذيذه، مش لازم نعملها دوريه قوي كبيره كده علشان يبقى سميط، لا عادي جدا، احنا ممكن نعملها دوريه صغننه، طريقه سهله، مقاديري بسيطه قوي قوي قوي، نتيجه خطيره، فيها تكنيك كده علشان تطلع طريه من جوه مقرمشه من بره، حلوه قوي. انا بالنسبه لي مش عارفه ليه بفتكرها في دخله الشتاء، حسيت كده من امبارح في لسعه برد بالليل، يعني عارفين اللي هو ايوه بقى هو ده وقت ايه القعاد بقى على الكنبه، ونجيب ايه علبه الجبنه والدقه بتاعتنا ونغمس فيها السميد. طيب تعالوا بقى نشوف المقادير عباره عن ايه، وازاي هنعجنها وازاي هنشكلها وايه التكنيك اللي يخليها كمان الطبقه اللي بنديها لها، بصوا هتعجبكم قوي. يلا نقول المقادير. اول حاجه عندي هنا العجينه عباره عن ايه، 4 كوبايات دقيق، وطبعا ميه، ميه تقريبا كوبايه ونص لكوبايتين الا ربع. اوكي اوكي. عندي هنا 2 كبار خميره فوريه، ماشي. وبعدين عندي هنا بقى 2 كبيرة عسل ابيض. التغطيه بقى عندي هنا يا جماعه ادوها عسل اسود مع، ماشي، مع ميه، عسل اسود مع ميه. اوكي اوكي. وسمسم تاني، نقول كمان. يلا عندي سميط الافران، هنعمله ازاي؟ العجينه عباره عن 4 كوبايات دقيق، ميه، 2 كبيرة عسل ابيض، و 2 كبار خميره فوريه، وطبعا رشه الملح ورشه الخل، 2 معلقة الخل دي اساسي معايا بقى، انتوا حفظتوها. التغطيه بغطي بعسل اسود وميه بس، مش بتكنيك ان احنا لا لا، حاجه تانيه، وسمسم بس، هو السمسم، ما حطش بحبه بركه ولا اي حاجه. ابسط طريقه، انا عايزاكوا بس تقولوا لي في ابسط من الثلاث اربع مقادير دي اللي فيه منهم الدقيق وذره الملح والخميره ايه ده، ايه البساطه دي، والميه بسيطه جدا بس النتيجه خطيره بتعجبكم قوي قوي. خلينا بقى وندخل. يلا، هو ايه، احنا ملناش نصيب يا جماعه نفرح ابدا باي تغيير بنعمله، على طول بندخل منحدر كده، عارفين، ندخل على الشتاء. انا من دلوقتي بقعد، كان نفسي في كرنب جدا، كنت عامله محشي مشكل، اكيد كنتوا متابعيني يعني، وانا واقفه بحشيه في البيت عندي. وبعدين اتصلت بالراجل الخضري، قلت له انا عايزه كرنب، قال لي والله يا استاذه ما رشحلكيش دلوقتي، قلت له يعني عايزه اقول له ادهوني مالكش دعوه، بس فعلا يعني قد ايه الواحد مشتاق لحله الكرنب، سايح عليها زبده من فوق وقرون شطه، ها، وشطه خضراء وشطه حمراء ومبكبك وريحه مفحفحه، يعني لا، هو الشتا بالنسبه لي حالات كده، ايام من المحشي. بس النهارده هنعجن ونخبز. طيب اول حاجه، وانتوا عارفين ان انا بشغل الخميره عندي الاول، النهارده هنعملها بالعسل الابيض مش السكر، في فرق؟ لا خالص، بس عايز اقول لكم ان الاول مره اختبرت الموضوع ده، ان انا احط الخميره مع العسل الابيض، نتيجه عجبتني قوي قوي. العسل الابيض بيدي هشاشه عجيبه غريبه يا جماعه للمعجنات، وده اللي انا عايزاه. كمان بيدي لون، خلوا بالكم بيدي لون. اصلا احنا كمان من اسباب ان احنا بنحط سكر في المعجنات، مش بس علشان الخميره، لا، علشان السكر بيلون لي كمان العجينه، خلوا بالكم، دي حاجه مهمه جدا برضو لازم تعرفوها. ونفس الموضوع، ميه دافيه، نعم، حاضر. لا لا، ازاي بقى، اهو تمام كده يا ريس، ماشي. نحط بقى
العسل الابيض على الخميره وشويه الميه ونقلبهم كويس جدا لحد ما عندي هنا ايه يدوب الخميره. اوكي يا ايسل دابت، ازيك يا ايسل؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه يا روحي؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله كويسه. حلوه الحمد لله. كلمتيني امبارح والخط قطع. لا معلش. شفتي بقى انا فاكره ازاي؟ وحشتيني قوي. وانتي كمان يا حبيبتي، ايه اخبارك؟ المدارس عندك دخلت ولا لسه؟ لا لسه، هتخش يوم الثلاث. هتدخلي يوم 24 صح؟ اه. حبيبتي ان شاء الله سنه سعيده جميله. يا رب. قولي لي اكتر حاجه بتوحشك في المدرسه؟ بقعد العب. تقعدي تلعبي يعني؟ مفيش صحابك، مفيش الله الدراسة حلوة، مفيش مادة معينة وحشتني ان انا اقرا فيها ادرسها؟ ايه يا جماعة فين الشغف؟ ماشي دي شهادة يا ناس. ايوه صح اكيد. عايزين مجموع. اه ماشي انا هستنى هطمن وهسأل مامة ايسل. ايسل بتذاكر ولا ايه الاخبار؟ هي بتسلم عليكي قوي. سلمي لي عليها يا روحي. وبتحبك جدا جدا يعني. حياتي وانا بحبها. سلمي لي عليها قوي. شكرا يا ايس. هو ده العشب حياتي. طيب بص انا عملت ايه؟ عملت الخميره مع العسل لوحدها مع شويه ميه دافيين، تمام؟ وبركنهم على جنب. يفضل ان انا اغطيها واسيبها مش اقل من ربع ساعه علشان اختبر عندي هنا الخميره شغاله تمام اوكي ولا مش شغاله. لو مش شغاله مش هلاقي بعد ربع ساعه في فقاعات وفي زي فوم كده. ما لقيتيش الشكل ده انت لا اوعي تحطيها بقى عندك في الدقيق، ليه؟ هتبوظ لك على طول المقادير. طيب نيجي بقى في العجان بتاعنا. على فكره العجينه دي بسيطه، مش محتاجة عجن كتير، مش زي حاجة كتير اقول لكم لازم تعجنوا فيها من 7 ل10 دقايق علشان تبقى ناعمة علشان لما ندوس عليها ترد. لا العجينة دي بسيطة ما فيهاش ايه يعني تفاصيل كتير. نحط ذرة الملح، معلقة الخل، ماشي. وخلاص انا عندي هنا العجينة بتاعتي، الخميرة بتاعتي، انا متأكدة ان هي شغالة لان انا لسه عاملة معجنات. احنا الاسبوعين دول الحمد لله عملنا معجنات كتير جدا، واحنا لسه عاملين برضو النسخه فهي تمام. اوكي هعمل ايه؟ اروح حطها هنا وهحط فيها هنا الميه الدافيه كمان عشان ما اخسرش دي. دول تقريبا كوبايتين، فانا هاخد كده واعجن واشوف ايه الاخبار. فاهميني؟ يعني انا حطيت تقريبا كده كوبايه ونص وعجن واشوف ايه الاخبار. يلا زي ما قلت لكم مهم قوي، يعني انا المقدار عندي مكتوب 2، حطي كوبايه ونص ميه، ما ينفعش بنص كوبايه ربع كوبايه. الدقيق لو خرز معاكي دي اسوأ حاجه في العجينه، ادي ان هو يخرز معانا، حاجه سيئه جدا. بصي مهما عملتي مش هتديكي، هتفضل العجينه كده مش حلوه ومش مخدومه ويابسه. مهم قوي ان احنا نديها ميه حبه حلوين، اقل من الكميه اوكي بتاعتنا، لكن ندي مقدار ميه حلو. يلا بصوا لمت، ارفعها اهي لمت معايا بتلزق سيكا. ايوه هو ده اللي انا عايزاه، تلزيقه سن اهي حلو. ده اللي انا عايزاه خلاص اهي. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح حط عليها بس معلقتين زيت وعجناها تاني بس كده. شكرا. بسيطه قوي صح؟
بس ايه احرك العجينه اللي تحت دي عشان انا عامله ايه، بصوا وانزل دي وعجنتين خلاص ما بقتش بقى بتلزق في ايدي دلوقتي. ليه الزيت؟ على فكره الزيت كمان من الحاجات المهمه واساسيه كمان في المعجنات لانها بتدي لون. بصوا لما هنحط زيت هنلاقيها ان هي بدات تفكفك من بعضها كده تدينا قطع، فبنعجن فيها حبه صغننين جدا لحد ما تلم تاني. بس كده شكرا خلاص اهي. اروح بقى انزليها كده، بصوا ما تلزقش ازاي في ايدي اهي، طريه وناعمه وخطيره. بصوا عامله ازاي اهي، تلزق سنه اوكي. هحط دلوقتي عليها نقطه الزيت واسيبها بقى ايه تتحمر من ساعه الا ربع كده لساعه على حسب طبعا درجه حراره الجو والكلام ده كله. انا عايزاها يا جماعه بالشكل ده، فيها تلزيقه سنه، هو ده اللي انا عايزاه، لكن بتسيب من ايديا. ولما احطها كمان في البوله واحط فيها زيت فهتسيب تمام خالص. ونقول الو يا هشام. ام هشام، ست ام هشام. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا شيف عامله ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي، تسلمي ايديكي. حبيبتي تسلمي لي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. بمناسبه المولد النبوي، بمناسبه الدراسه كمان. ربنا يبارك لك يا رب. حبيبتي عايزه اسال حضرتك بس على البسبوسه. نعم. الطريقه بس البسبوسه، طريقه البسبوسه بس بالحليب مش مش بالزبادي. انت عايزاها اللي هي اللي هي زي الرواني كده، كيكه الرواني. طيب بسبوسه بس باللبن مش بالزبادي، بس هو نص كيلو سميد هحط عليه قد ايه لبن اوكي تمام، انا فهمتك. ماشي حاضر. ماشي حبيبتي. ماشي ربنا يبارك حبيبتي، شكرا نورتيني. طيب بصوا بقى دلوقتي انا هسيبها طبعا ترتاح زي ما اتفقنا، نروح لفاصل بقى ونرجع نشوف واحنا بنشكل بقى وبنعمل منها احلى سميد. استنونا. بصوا بقى، ممكن اوريهم ولا في الفرن؟ ابهجهم. تعالى بصوا بصوا عامل ازاي، اساور خطيره. بصوا شكلها اهي، استنى دي عملتها بس في الفاصل عشان لسه مش يعني لسه بنعمل النسخه. اهي دي في الفاصل، بصوا خطيره ازاي. طيب حبيبتي حاضر. بصوا حلوه ازاي. طب ازاي بقى عملناها اساور كده وشكلها حلو كده، وازاي غلفناها بقى بالسمسم الكتير قوي ده كده، وازاي هيفضل ماسك فيها كله عندي تقلقيش. بصي العجينه، بصي ملزقه شويه اهي، حتى بمسكها بتبقى ملزقه سنه. خلاص حاولي تتعاملي معاها كده وتعملي اللي انا بعمله ده. خلاص اخدت حته ببدا ان انا ايه، لو لقيتي ان هي بتلزق قوي يبقى عفري ايدك دقيق كده كده كده، بس انا مش عايزه دقيق عليها. ليه؟ علشان دي بتساعدها ان هي تكون طريه وتقفل معايا بسرعه. اهي عملتها حته طويله وبعدين اقسمها نصين اهي على بعض كده اهو، شايفين؟ وبعدين اجيب الاتنين دول بقى كده اهي، دي عكس دي ودي عكس دي كده 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 كده، واقفلهم بالشكل ده. بصوا بقى العجينه ما بقاش عليها دقيق، شايفين بتبقى عامله ازاي سلسه ومرنه اسوره اهي. هعمل ايه بقى؟ هنزلها دلوقتي في الميه بالعسل اهو، انا حطيت العسل هنا مع الميه وبعدين اطلعها واروح حطها في السمسم كده اهو، وبعدين اشيلها واروح حطها على ورقه زبده. شايفين سهلة ازاي؟ نعملها تاني يلا بينا. شايفين سهلة ازاي؟ اهو باخد من هنا بعد ما بديها البوكس المتين باخدها من هنا اهي،
واروح مكوراها كده. عايزه تعمليها دوريات وتشتغلي ماشي. بصي بتلزق في ايدي تمام عادي. بعمل كده اهو واقول الو يا نور وارجع تاني امسك كان العجينه. الو يا نور. الو مساء الخير. ازيك يا نور يا صادقتي؟ ازي حضرتك يا شيف؟ عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. حلوه الحمد لله يا حبيبتي. بقول لك يا نور انا عندي ليكي مفاجاه. خير؟ شايفه قلب التوست ده؟ اهو ده لسه خارج من الفرن حالا. اللي قبله بقى برده لسه خارج من الفرن حالا. الاثنين دول هتلاقيهم في حلقه السبت ان شاء الله، بس احنا برده حطيناهم دلوقتي. قلب توست يا جماعه خطير. شايفين لونه عامل ازاي؟ انا بحب ده لسه المعجنات فعلا جدا. عارفه عشان كده على طول قلت اقول لك بحبها قوي. تسلم ايديكي حياتي. تسلمي لي. تسلمي لي يا حبيبتي. ربنا يخليكي لينا يا شيف. عامله ايه يا حبيبتي؟ حلوه؟ تمام الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما. بعد اذن حضرتك عايزه اسالك، انا جايبه النهارده زيتون تفاحي. اول مره اجيبه. انا كنت دايما بجيب عزيزي علشان بجيب كميه وبحبها تقعد معايا. لا بس التفاحي احلى كتير. اصلا في سنه من السنين جبته وباظ مني وترمى كله كان طري. هو فعلا ما بيقعدش كتير. انا ساعتها سبته بتاع شهرين مثلا كده فلقيته كله طري وباظ مني. هو فعلا يعني العزيزي حلاوته ان هو بيقعد كتير. لكن فعلا التفاحي بيستوي بسرعه. بس انا هقول لك على حاجه يعني حالا انت مش هتدقيه. هتديله فتحه. بس من تحت مش من فوق. فاهمه؟ مش من راسه من فوق. من عند كده راسه من تحت. اوكي اوكي. وبعدين بقى هقول لك الخليط دلوقتي. اوكي اتفقنا. اتفقنا. عشان بس لما جبته من الراجل ما لقيتش عزيزي فقال لي خديه بس ما خليه زي ما هو بلاش تشقيه فهيقعد معاكي كتير. خلاص يبقى اسمعي كلامي وما تشقهوش كمان. هو هو فعلا انا كنت هقول لك اللي هو لا ما تدقهوش ما يمررش كده يا شيف فيفيان. لا لا خالص. انت هتنقعيه 3 ايام كده كده في ميه وتغيري له ميته. اوكي. هتنقعيه في ميه وتغيري له ميته فمش هي خالص مش هيمرر معاكي وهياخد التسويه بتاعته المظبوطه. وهقول لك بقى معيار دلوقتي الملح والليمون وكل حاجه. اوكي ماشي ماشي يا روح قلبي حبيبتي. على ايه نورتيني. بصوا بقى يا جماعه القالب التوست اللي احنا عاملينه. بصوا الاسبوع ده عملنا معجنات خطيره حلوه قوي سهله وبسيطه ومش مكلفه والحمد لله. النتيجه اهي قدام عينيكوا كل حاجه قدام عينيكوا. دي اسهل اهي طريقه. بصوا بقى لما تكون العجينه بتلزق فبتلزق في اختها. بصوا قوي يعني سريعه اهي اهي. بصوا بتلزق تلزيقه سريعه. خلاص ننزلها هنا وننزلها هنا. عايزه اقول لكم بقى التنزيله في العسل والميه دي بتدي طراوه عجيبه غريبه للمعجنات. بتدي طراوه حلوه قوي قوي التغليفه دي. تعالوا نشوف الفرن. بصوا بصوا عامل ازاي. بصوا الكيرلز بدات تبان ازاي. بصوا اهو. بصوا الكيرلز بدات تبان ازاي تفرغ ازاي. الكيرلز دي انا قصدي اللي هي ايه السمسم. بصوا تحفه تحفه الآن خطيرة. طبعا الفرن فوق وتحت وعلى أعلى درجة حرارة يعني 220-240 حلوة قوي. أصل دي حاجة يعني هتتحمر بسرعة وهي صغننة فعلى طول هتستوي من جوه فما بحتاجش أن أنا هدي النار عليها قوي. تمام تمام نعمل هنا. طيب كنت بقول لكم إيه تاني. الحمد لله إحنا الأسبوعين دول عملنا وصفات لانش بوكس كتير. في منها اللي كنت بقول دي حاجة هتنفعنا كده كده كمصنعات. صنعنا حاجات كتير من اول عندي بانيه شركات والناجتس والستريبس وكمان عملنا اللانشون وكمان عملنا الكوكيز عملنا كمان الباتيه عملنا كمان حاجات للناس اللي عندها جلوتين امبارح حساسيه من الجلوتين وعملنا كمان معجنات للناس عندها حساسيه من الالبان. يا رب يا رب اكون كفيت ووفيت. ولو انتم شايفين ان في لسه حاجه محتاجين ان احنا نعملها طبعا احنا مكملين. بس انا قصدي ان انا كنت حابه ان انا اراعي كل الناس وافكر
في كل الاحتياجات. انا عارفه ان مش كل حاجه بتناسبنا كلنا، عشان كده حبيت ان انا انوع حتى في المعجنات واكترها في السيزون. يا رب ما اكونش كنت اوفر في التحضيرات، بس انا يعني واجب عليا ان انا ادي كل الافكار وبعدين انتوا تختاروا اللي يناسبكم. صح ولا انا غلطانه يا حاجه نعمه؟ حبيبتي وروحي. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. صباح الوردة البيضة اللي واقفة تعمل لنا كل حاجة. حياتي انت اللي جميلة، انت اللي وردتي. ايه اخبارك؟ انت اللي حبيبتي يا روحي. الحمد لله. تسلم ايدك. تسلميلي يا روحي. تسلمي. انا بحب المعجنات قوي على فكرة. وانا كمان والله بحبها قوي قوي. طب تصدقي بالله يا بيبا ان انا كنت عايزة اعمل الكحك المدور ده عشان بحب افطر بيه الصبح. يا روحي اهو سهل جدا. بصي مقاديره بسيطة قوي قوي قوي. تسلم ايدك حبيبتي. تسلميلي. وبشكر كل اللي بيتصلوا بيكي يسلموا عليا ويسالوا عليا، بشكرهم كلهم والله. شفتي ست مواليد امبارح كانت بتسال عليكي. بشكرها كتير قوي، بشكرها كتير قوي والله. ربنا يخليكي. انا بحبها انا كمان والله حبيبتي. ربنا يخليكي. والاستاذه سميره والاستاذ يا حسين وكلهم والله كويسين حبيبتي. ربنا يخليكوا كلكم، ما تتغيروش عن بعض. يا رب. امين يا رب. امين. عايزاكي بقى تجربيه وترجعي تقولي لي رايك فيه. حاضر. انا بحب افطر الحاجات دي الصبح. بتبقى حلوه قوي. انا بقوم الصبح كده بفطر حاجات خفيفه. وبعدين على فكره تتاكل بجبنه برضو بتبقى حلوه قوي. مش شرط بس سميت ودقه، لا. أيوة كمان. أيوة. تتاكل بجبنه أنا بتبقى حلوه. انا بحب اكل بالجبنه العبور لاندي دي برضه. بتبقى حلوه قوي. فته بقى، اسطنبولي، اي حاجه بتبقى خطيره. حبيبتي تعيشي وتعملي. هستناكي بقى تجربيه وتقولي لي رايك فيه. حاضر يا حبيبتي. تسلم ايدك. تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي. عايزاني اغني لك ولا؟ ايوه الله. لا طبعا. ايه ده انت بقى، هو احنا محتاجين سؤال؟ محتاجين سؤال. احنا بنسال الاسئله دي من امتى؟ ما لازم انت اللي تقولي لي يا حبيبتي، عشان ساعات بتبقي مش فاضيه. لا ده انا فاضيه اهو، انا بعمل ايه؟ يلا قولي. طب اغني لك انا ليه مزاج النهارده؟ اغني لك ام كلثوم. اديني اللي انت عايزاه، انا كفايه. طيب انا بسمع صوتك. ماشي. يا ربنا يسعدك يا رب ويخليك وتسلم ايدك. تسلمي لي. هقول لك حاجه كده لام كلثوم. ماشي يلا قولي لي. القمر من فرحنا من فرحنا هينور اكتر، والنجوم هتبلينا اجمل واكبر، والشجر قبل الربيع هنشوفه اخضر، واللي فات ننسى كل اسى، يلا نخلق من الزمن ايام صفا. دي الحياه يا بيبا من غير لقانا، مش حياه واحنا مش هنعيش يا روح مرتين. شكرا يا بيبي حياتي. انت انا اللي بشكرك والله على طاقتك وصوتك وجمالك، بحبك من كل قلبي. انا خلصت اهو، بس اهم حاجه نلزق دي كده اهي. يلا. لا استنى، اخر واحده مش لازقه. حلو عشان طلع صغيره. شفتوا بقى انا بسيب العجينه شويه ملزقه، انا بس اللي بقيه ببل ايدي شوية دقيق، لكن ما بحطش عجين على الدقيق، علشان بمسك العجينة وافردها. ليه أنا بعمل كده؟ علشان أخليها تفضل ملزقة، لأن ده بيخدمني لما بمسكها في بعضها وتطلع معايا بالشكل ده. بصوا حلاوتها، بصوا هي لسه، بصوا طالعة سخنة اهي، خطيرة. استوت واتجنن، ما خدتش وقت. الفرن على اعلى درجه حراره وهو سخن قبلها. اهم حاجه بعمل ايه دلوقتي؟ بصوا بقى، بديها بخاخ ميه اهو من على بعد كده، لازم بخاخ الميه ده، واروح مغطياها. طب انت ما بتحطيش المعجنات على ورقه زبده، اشمعنى المره دي حطيتيها على ورقه زبده؟ لان انا حطها في عسل، فالعسل ده يا جماعه يخلي الحاجه تلزق معايا. اوكي، ده انا مش بس بحطها اللون من فوق، لا بحطها العسل فيلزق معايا. شفتوا بقى السهوله؟ تعالوا ندخل دي كمان
اهي شفتوا السهوله، انا خلصت يا يوسف. صباح الفل يا سيدي دياب. صباح الفل يا حبيبي، ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله. حلو كويس يا رب دايما. قولي بتكلمنا منين؟ اول مره اتكلمنا ولا كلمتنا قبل كده؟ كلمت حضرتك مرتين قبل كده. يا روحي عيب، انا اللي غلطانه. قولي بقى في سنه كام؟ طيب طالع سته ابتدائي. بس انا افتكرتك. ايوه صح، ايوه انا افتكرتك صح. كنت بكلمك في الامتحانات. كنت قاعد مع تيتا؟ ايه لا مش انا بقى. مش انت؟ ضحك عليا. لا قبل كده يعني، المرتين اللي كلمتك فيهم كانوا في الامتحانات. طب يا حبيبي انت رايح سنه كام؟ طالع سنه سته. انت قلت لي طالع سنه سته. طب قول لي اكتر حاجه وحشاك في المدرسه. كل حاجه. كل يعني انا بحب يعني انزل اشتري الحاجه بتاعت المدرسه. انت قول لي، انت من الناس اللي بتبقى عارفه مسؤوليتها كده وعندها يعني دافع انها تذاكر وتخلص اللي وراها، ولا بتحب تريح شويه يعني ناجل النهارده لبكره؟ لا بقى يعني مثلا لما يكون عندي درس بخلص الهومورك بتاعه مثلا، بعد كده يعني خلاص بخلص كل حاجه عليه وبقدر ارتاح. يا روحي طب برافو عليك. عارف على فكره وصفات اللانش بوكس بشوفها على الانستجرام على عندك. طب ايه رايك؟ لا حلوه خطيره. وكمان شفت اللانش اللي هو التشيكن لانشون ده، شفته حبيبي الطريقه بتاعته عجبتني جدا. والله انت جميل، انت جميل. انا نفسي اشوف حضرتك جدا اصلا يا حبيبي. والله وانا كمان نفسي اشوفكم كلكم. صدقني اول ما يبقى في فرصه ان احنا نعمل حلقات نستضيف فيها حبايبنا، اتاكد ان انت هتكون من اول المدعوين. نزلي بقى على الانستجرام قبليها عشان نتصل ونيجي بقى. طيب حاضر. بقول لك ايه، ايه رايك تبعت لي بقى صورتك كده في اول يوم مدرسه ونعرضها؟ يا سلام. ايه رايك؟ عليا ماشي. عليا. هتبعتها على ايه؟ على صفحه كل يوم اكله او على صفحه صفحه البرنامج. ايه رايك صفحه التمام. كل يوم اكله مع فيفيان هتلاقيها على الفيسبوك. ابعت لي كلكم ابعتوا لنا صور كده ولادكم اول يوم دراسه ماشي، وهم بلبس المدرسه كده واحنا نعيد عليهم. ايه يا روح؟ نعم. مامي بتحبك جدا. سلم. ماما بتعشقك حبيبي. والله يسلم لي عليها. بتحب جدا المعجنات على فكره. حبيبي ربنا يخليها. هي بقى بتحب المعجنات جدا وبتحبك جدا. حبيبي ربنا يخليها لك وسلم لي عليها كتير قوي. حاضر ماشي ماشي. نورتني يا يويو. انا بقول لي يوسف ابني لا مؤاخذه يعني، بقول له يا يويو. دلوقتي هتلاقيه بيقول لي ماشي يا ماما اصبري عليا بصوته التخين ده. لا هو الدلع يوسف يويو معروفه. جو دي دلع جوزيف. ودلع يونس، ما يعني دي معروفه. اي حد بيبدا اسمه باليو على طول بيبقى دلع هو يويو صح؟ طبعا هو ده الطبيعي. معلش يا ابني زلفت لسان وحصلت. فبقول له يا يويو. فيوسف انت نورتني يا حبيبي والله، وربنا يخليك لمامتك وربنا يخليكم كلكم لامهاتكم وربنا يخلي امهاتكم ليكم. طيب يا جماعه انا خلاص السميد عندي اهو، هبدا اطلعه لانه لازم يتغطى علشان الله خطير، ولازم يهدى في قلب اللصاج وبعدين اشيله بقى ونتفرج عليه. تعالوا بقى نروح لفاصل نرجع نعمل الدقه. يلا بينا. يلا بقى نعمل الدقه.